السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس ومتهنين يا ربي. اول حاجه نشكركم كامل، نشكر كامل خواتاتي اللي دخلوا جدد اللي كانوا من قبل. نقول لكم مرحبا بكم عندي عند اختكم يوميات البسكريه. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. البنات خرجت اليوم، رحت نقضي في السوبيرات، يعني رحت نشري في الملوخيه. ومن بعد كي وصلت تماك البنات راكم تعرفوا النساء حنايا نقعدوا ندورو، هذه خصتنا هذه خصتنا. يعني بعد ما شري جيت نشري الملوخيه صبت خصيني بزاف صوالح، شريت يعني فوت الدوزان تاع الحلوى، ثاني كنت فكرت باللي خصتني الخميره تاع الحلوى، شريت المايونيز، شريت يعني شي صوالح هكذا، ما كثرتش بزاف، ماشي بزاف صوالح شريتهم قلت لكم. ومن بعد تفكرت باللي خصتني الخميره تاع الحلوى. ومن بعد فوت لهذا الجهه البنات لقيت عنده واحد الفرماج داير بروموسيون، مانيش عارف اسكو مليح ولا مش مليح. انا رايح نسييه ان شاء الله لكتب ربي ونقول لكم اسكو مليح ولا لا. يدير 18000. هذه هي الحاجه اللي جيت عليها، الملوخيه تاع الفواحه نسييها. بعد اللي دخلت للدار يا البنات واش نقول لكم، كانت الحاله ما عندي ما نحكي لكم، الشتاء دايره حاله برا، البروده المزيه، راني مش على الشوفاج هنايا واش نقول لكم، حضاري راهي حمام. الحمد لله قلت لكم البنات رحت قضيت غير صوالح اللي خصوني، يعني جبت غير حاجه خفيفه وجبت شويه تاع خضره ما صورتهاش معاكم. قلت لكم شريت هذا الفرماج تاع تاج، يعني راه يقول لك باللي راه يتستخدم في الكراطا، بصح انا ما على باليش، ما سييتوش البنات، جامي سييتو يعني في الكراطا. ان شاء الله نحاول نشوفو نسييه ونقول لكم اسكم اللي حول لا. وهي الحاجه الاساسيه اللي رحت على جالها هي الملوخيه، يعني انا رحت على جال الملوخيه صبت هذه الفواحه، يا اخي شفتوها راهي دايره بابليسيتي وكامل، نسييها ونقول لكم اسكم اللي حول ماهيش مليحه. يعني انا شفناها في الاشهارات في الجزائر وكامل، بصح دوك نقول لكم اسكم اللي حول لا. البنات اللي انا درت ليتره تاع حليب، حبيت ندير شويه كما نقولوا تحليه فلون، تعرفوا الاولاد بلي يحبوا حاجه حلوه ويحبوا الشيكولا، سورتو الشيكولا يموتوا عليها. درت لهنا باكي تاع فلون كومبلي واحد، وزدت مغرفه من زدت مغرفه من الباكي الزوج، مغرفه سكر، هاكا من بعد البنات درت زوج مغارف نتاع السكر. هذه هي، ما يجي حلو بزاف، ما يجي يعني يجي مليح، يعني ما يجيش حلو بزاف. هذه هي وخليته يطيب في غرضه. وجبت ماكسو هذا قطعته طرف اطراف، راح يطلق لك واحد البنه يجيك في الفلون، والله يجي واحد البنه ما شاء الله هكذا. رايحه نقطعهم يعني كامل ونعمر كامل